القصه من بدايه بدات الازمه الشهر ده من الماليه. تمام. الماليه عايزه تهيج الدوله كلها. انتوا مين بس الاول؟ هيئه الاوقاف المصريه، موظفين من جميع المحافظات جايين هنا. 26 الصوت ما يركبش على بعضه. تمام. احنا دلوقتي جالنا قرار من مجموعه قعدوا مع بعض قالوا بقى احنا عايزين نهيج الدوله كلها ضد قانون 18، فنعمل ايه؟ نشوف هيئه الاوقاف من ضمن الهيئات نهيجها، لان احنا عملنا اضراب فما نفعش. فقالوا ايه؟ نشوف هيئه الاوقاف. طلعوا قرار مشكل من لجنه اساسا ما فيهاش غير عضوين ثلاثه، قالوا ان هيئه الاوقاف ما يطبقش عليها الحد الادنى. لما جينا اتكلمنا معاهم احنا معانا قرارات بموافقه بالحد الادنى، قالوا اشربوها وبلوا ميتها. غير ان احنا ما عملناش اي اعتراض. قلنا احنا قانون فيه ماده بتقول ان احنا مش مرتبطين بالقواعد الحكوميه، وان احنا اساسا بناء على قانون 18 ما يطبقش على قانون 18. قالوا برضه قانون 18 لغى قانونكم. الماليه عشان وقفت اضرابات هي والضرايب وما خدتش حقها، قالت نهيج الدوله كلها ضد القانون وضد البلد. احنا هنا جايين بشرف، مش عايزين نعيش فلسطين، احنا جايين عشان نطالب بحقوقنا. الناس دي كلها عايزه تعيش بشرف. احنا قدامنا مليون سكه فساد، احنا بندير مليارات، مش سهل ان اي واحد يسهل تحدي يسهل اي حاجه يكسب كتير، بس احنا رافضين. احنا عايزين نعيش بشرف وهنفضل نقولها بشرف. احنا بنطالب الرئيس السيسي ان هو يشوف الماليه بتعمل كده ليه. الماليه عايزه تدمر البلد، الماليه هي اللي مقفله دلوقتي، الماليه عايزه تطحننا. المسؤولين عن اداره العقارات والحجج اللي هي موجوده من الوزاره اللي هي واقفاها الناس لوجه الله تعالى، حجم الوقف ده 2 تريليون و4 من 10 من جنيه، يعني 2400 مليار جنيه. كارثي ان احنا كل منطقه، احنا 26 منطقه في 26 محافظه. تمام. ماشي. وعندنا في الديوان مراقب مالي، وكل منطقه ده الديوان بتاعك، كل منطقه فيها مراقب مالي خاص بالماليه. تمام. بعض المراقبين الماليين في بعض المناطق قالوا لهم ان الكلام ده غلط وهيخلي الناس تقبض بالسالب، والكلام ده موثق بورق رسمي ممضي ومختوم ختم الناس، ان المراقبين الماليين نفسهم اللي رافضين تطبيق الكلام ده عشان ده مخالف للقانون وهيخلي الناس تقبض بالسالب. يا وزير الحرميه، يا وزير